السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقاء؟ ويا رب تكونوا بخير وبسلامة. النهاردة لخصنا في فيلم ريد ويا رب يعجبكم. ويلا شباب همتكم معايا، عاوزين نوصل 100,000 مشترك خلال السنة دي، فلو ينفع انكم تشيروا الفيديو يبقى مشكورا ليكم جدا جدا. وكمان بشكر الناس المنتسبين في القناة، وكمان الأحداث دي بتدور بعد أرك خوانو. ما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. بنشوف في سفينة طاقم قبعة القش وهم ماشيين بيها في البحر، وبيكونوا مشغلين أغاني البنت مشهورة جدا حول العالم، وكله بيكون مستمتع بيها جدا. بعدها بتظهر البنت المغنية دي واللي اسمها أوتا، وهي بتقول إن عرضها قرب جدا ولازم تبعت الأغنية بتاعتها دي لكل العالم عشان يجوا الحفلة بتاعتها، يعني هي بتبعتها زي دعاوي كده للناس وللقراصنة. بعدها بنروح فلاش باك وبنشوف لوفي وهو صغير، وطبعا كالعادة بيسبب المشاكل للناس، لحد ما الشخص ده بيديله شوية فاكهة عشان يمشي. وهو ماشي ومروح بيلاقي قرد عاوز ياخد الفاكهة بتاعته، بيقول له لوفي لو عاوز الفاكهه دي يبقى لازم ننفذ بعض، واللي هيفوز هياخد الفاكهه دي كلها، وبيبداوا القتال مع بعض. القرد بيضرب لوفي بالقلم ولوفي بيرد عليه نفس الكلام، وبيرجع القرد ده يضربه بالبنيه في دماغه. القتال ده بيكون سخن جامد جدا، الهاكي بتاعهم عمال يرج المكان من كتر الضربات. وبعد قتال طويل من لوفي والقرد اخذ تقريبا 5 دقايق، لوفي بيقدر يتغلب على القرد اخيرا، والقرد بيروح عشان يمشي بيلاقي لوفي بينادي عليه وبيقول له لا ما تمشيش، تعالى يلا ناكل مع بعض. طب ما كان من الاول يا عم. بيقعدوا ياكلوا مع بعض وبيكون متحمسين جدا، وهم قاعدين وفجأة بيلاقوا خنزير جاي عليهم، بيقوموا يجروا هما الاتنين، لكن الخنزير بيجري ورا لوفي بس، وبيفضل يجري وراه لحد ما بيقع من على المنحدر وبيقع في الميه. لكن بنشوف جده وهو بيطلعه، وكالعادة بيقول له جده ان نفسه يطلع بطل في البحرية زيه كده، لكن لوفي طبعا بيرفض وبيقول له لا، انه عاوز يكون قرصان. وبعدها بياخد لوفي وبيمشي من المكان. في اثناء الوقت ده بنشوف طاقم قراصنة شانكس وهم ماشيين في البحر، وبيكونوا معاهم اوتا بس هي كمان صغيرة، وطبعا عشان صوتها جميل بيطلبوا منها انها تغني لهم، لكن ما بترضاش عشان الجمهور قليل. بعدها بنعرف ان اوتا بنت شانكس، وبيكون شانكس معاه صندوق كده لكن ما بيرضاش يعرفها ايه اللي جواه. بيتمشى لوفي في الغابه وبيشوف سفينه القراصنه دي وبيقرر انه يروح لهم. بيوصل شانكس للجزيره عشان يستريحوا هناك، وبيوصل لوفي هو كمان هناك وبيطرد فيهم عشان فاكر انهم جايين يدمروا الجزيره، وبيدور خناقه بينه وبين اوتا لحد ما بيجي شانكس وبيعرفه ان جاي يستريح وبس ومش جاي يعمل مشاكل يعني ولا حاجه. بيخشوا كلهم عشان يشربوا، وبيطلب لوفي من شانكس انه ينضم ليه، لكن كالعاده بيرفض شانكس برضه، لحد ما بتدخل عليهم اوتا وبتعرف لوفي وكل الموجودين انها بنت شانكس وانها قررت تعتف عليهم وتغني ليهم، وبتطلع تغني وبصراحه صوتها حلو قوي، بس لولا حقوق الطبع والنشر كنت شغلتها. بتفضل اوتا تغني لحد ما بتخلص، ولكن بيقول لوفي ان صوتها مش احلى حد هنا وانه كمان بيعرف يغني، وبيبدا لوفي يغني هو كمان، بس كل الناس بتهرب منه. بياخدها لوفي وبيروح يلعبوا مع بعض شويه وبينسوا مشاكلهم مع بعض وبيكونوا اصدقاء كمان. بتقول اوتا ان حلمها ان كل الناس يسمعوا صوتها واغانيها تكون مشهوره جدا حول العالم. بعد فترة استراحة شانكس بيقرر انه يمشي وبيودع اهل القرية، وبيمشي شانكس بالسفينة. بيقعد لوفي وحيد وبيكون زعلان جدا، لكن بعدها بيشوف شانكس انه رجع تاني لكن المرة دي بدون اوتا. بيسأل لوفي شانكس على اوتا، لكن شانكس ما بيرضاش يرد عليه ولا بيعرفه اي حاجة. بيفضل لوفي يبكي على اساس ان اوتا ماتت او حصل لها حاجة. وفي اثناء الوقت ده بقى بنشوف زورو وهو بيتدرب، وبيشوف المعلم بتاعه خبر في الجريدة ان في جزيرة كاملة اسمها الييجا اتدمرت تماما. طبعا الاخبار زي ما لفت عنده لفت عند العالم كله، والمتسبب في دمار الجزيره دي كان ذو الشعر الاحمر شانكس. بعدها بيروح لوفي وبيرجع يتصالح مع شانكس من جديد وبيرجعوا حبايب تاني. بنرجع بقى من الفلاش باك، اوسب بيعرف لوفي ان المغنيه اوتا دي عامله عرض وانهم لازم يروحوا، وبيقرر لوفي انهم هيروحوا لهناك. بنشوف اوتا وهي بتتكلم عن السلام وان عصر القراصنه والحروب انتهى، وبيظهر شانكس وهو متجه يمه العرض هو كمان. بعدها بنشوف ان في قريه متدمره وكل الناس هناك يائسه من الحياه بسبب ان القراصنه دول دمروا الجزيره بتاعتهم، وبيدعوا لشخص انه يخفف عنهم المعاناه بتاعتهم شويه. بعدها بنشوف الناس وهم جم على الحفله، وبنشوف لوفي والطاقم بتاعه وهم قاعدين ياكلوا ولابسين ازياء تنكريه عشان الحفله، وهم واقفين بيشوف اوسب ان الحفله هتشتغل، وبتطلع اوتا على المسرح وبتغني وبتولع الدنيا، وكله طبعا بيكونوا مبسوطين من صوتها. بعد ما بتخلص اوتا غنى بتبدا تعرف بنفسها، وبنشوف ان في ناس عاوزين يخطفوها عشان يبيعوها ويكسبوا ثروه من وراها. في اثناء الوقت ده بنشوف لوفي وهو بيمد ايده وبيطلع عند اوتا فوق على المسرح، وبيقول لها انه ما شافهاش من زمان. في الاول اوتا ما بتكونش عارفاه عشان ما شفتوش من زمان جدا، لكن بتفكروا بعدها وبيبداوا يحضنوا بعض. الله عليك يا عم لوفي، ده اكيد سانجي هيموت دلوقتي. بعدها بيحضر الطاقم بتاعه وبيعرفهم ان دي اوتا بنت شانكس. الجمهور اول ما بيسمع كده بيكونوا كلهم متفاجئين، والله احنا كمان زيكم برضو، لكن هنعمل ايه، اوتا ملك المفاجآت. وبيخرجوا شويه من القراصنه دول وبيكونوا عاوزين يخطفوا اوتا، يا نهار ابيض. وكمان بتظهر برولي واوفين من طاقم البيج مام وعاوزين هم كمان ياخدوها معاهم، لكن لوفي والطاقم بيدخل معاهم كلهم في قتال، وكل بيبقى بيضرب في بعضه، وبتفضل اوتا تهديهم كلهم عشان يتوقفوا
يعرفوا عن القتال، لكن ما بيردوش عليها خالص وبيكملوا قتال زي ما هم، لحد ما بتفضل تغني وتخرج طاقم كبير على شكل اغاني وبتلبس درع ذهبي كده وبيطير في الهواء وبتفضل تهاجم عليهم كلهم وبتهزمهم وبتقدر تتغلب عليهم كلهم وبتحبسهم في شريط من الاغاني بتاعتها. بعدها بتوقف غنى وبتعرف الناس انهم ما يلاقوش من القراصنه دول وان هي حولت القراصنه دول لشريط من الاغاني، يعني زي الموسيقى كده، وبتعرف كل الموجودين انها مضطره تنهي الحفله عشان هي تعبانه شويه من الغنى. الكل بيكون زعلان الاول لكن بعدها بيهتفوا ليها، لكن بعدها بيقرر انها تغني اغنيه واحده بس وهتقفل الستار على كده. بينتقل المشهد لجروسكي وهم قاعدين بيشاهدوا اوتا، وبيجي لهم معلومات ان البنت دي بنت شانكس وهي من نسل فيغرلاندا ودي شكلها فصيله نادره يعني من الناس، وبيامروا جروسكي البحريه انهم يتحركوا ويقبضوا عليها حالا. بعدها بنشوف اكاينو وهو بيبعت اسطول كامل لهناك وبيعرف كيزارو انه ما يقللش منها لانها عندها قوه جباره جدا، وبنشوف اتنين من الادميرالات و30 سفينه حربيه متجهه لهناك، وكمان البيجمان بتؤمر كاتاكوري ان يساعد اخته ويقبض على اوتا. نرجع بقى لفرقه المرح عمالين ياكلوا دول والدنيا جميله معاهم. بتسال اوتا لوفي عن مكان شانكس لكن بيقول لها انه ما يعرفش عنه حاجه. طيب وحلمك عملت فيه ايه؟ ان ابقى قرصان يعني. حققته خلاص. بقول لك ايه، سلام بقى عشان عندي مغامره جديده. لا انت مش بقيت قرصان، انسى بقى انك تمشي من هنا. وفي لحظه اوتا بتهاجم على نامي وسانجي وبتحبسهم كمان، وبتطلع على ميوزك كده وبتعرف الجمهور بتاعها انها معاها شويه قراصنه، ها نعمل فيهم ايه؟ وفي ثانيه لثانيه الجمهور بيشتعل حماس وبيقول لها يلا نقتلهم. بتخرج جنود من الموسيقى بتاعتها وبتهاجم على زورو وجيمبي. جيمبي بيديهم واحده فن كاراتيه بيفجرهم كلهم. بتروح اوتا لوفي وبتعرفه انه لازم يتخلى عن انه يكون قرصان، لكن الرد المتوقع من لوفي بيرفض طبعا. البنت بتغضب جامد وبتفضل تغني وترقص وتخرج اغاني على شكل محاربين وبيهاجموا على الطاقم، ولوفي معاهم هو كمان. الطاقم بيصدهم وبيقتلوهم لكن دي اغاني برضو، يعني بيتجمعوا من جديد ويرجعوا يهاجموا تاني لحد ما بتقدر تمسكهم كلهم في الاخر. بيطلعوا شويه من الموجودين كده وبيكبوا على لوفي ميه بحر، ولوفي طبعا بيفقد قوته. الشخص ده كان عاوز يضرب لوفي لكن وفجاه المنكس قد وصل يا صديقي، والصديق ده طبعا انا مش فاكر اسمه. المهم بيعمل الحاجز بتاعه عليهم وعلى لوفي عشان محدش يضربه، وفجاه تاني بنشوف تكنيه روم بتتعمل في المكان وبيختفوا لوفي وصاحبه ده. وطبعا عارفين قدره مين دي، ده جراح القلب لو كان جاي يتسكع هو والضب بتاعه هنا، ولكن الحلو ما بيكملش يعني. بعدها بشويه بتلاقيهم اوتا تاني وبيضطروا يهربوا. بعدها بنشوف كوبي وصاحبه ده وعضو من السي بي واللي اسمه بلونو، وهم ماشيين كده مع الناس والحشود وشكلها كده في حاجه كبيره هتحصل. نرجع بقى لوفي وبنشوف انهم قابلوا راجل غريب وهم بيستخبوا، وبيطلع الراجل ده كان الحاكم السابق لمملكه اليجا واسمه غوردون، والجزيره اللي هم عليها دي كانت جزيره الاغاني في العالم كله، لكن هجموا عليهم شويه قراصنه ودمروهم كلهم. المهم بنعرف ان الراجل ده هو اللي ربى اوتا وكانوا هم الاثنين بس اللي على الجزيره دي بعد ما اتدمرت، وبشكل ملحوظ الراجل ده هو اللي درب اوتا على الاغاني، لكن المشكله ان ما كانش ليه وسيله ان ينشر اغاني اوتا للعالم كله، يعني اوتا تغني انا اسمع اوتا تفرح، اوتا تغني انا اسمع اوتا تفرح، وهكذا وماشيه معاهم هم الاثنين يعني. ما هم هيعملوا ايه برضه يا جدعان؟ ما هو مفيش حد. لحد ما في يوم اوتا كبرت وهي طالعه على البحر لاقت جهاز لبث مباشر، سبحان الله يعني، يرزقك من حيث لا تحتسب، جهاز اتصال لبث مباشر للعالم كله. طبعا الكل بدا يسمع اغانيها واعجب بصوتها جامد جدا لدرجه ان الناس كانوا بيستنوها تغني من جديد، ولكن مع الوقت الناس بقت بتنادي لها بالمنقذ لان من كتر صوتها كان حلو الناس كانت عاوزه تعيش جوه الاغاني بتاعتها، وده عشان القراصنه اللي كل شويه يهاجموا عليهم دول. بعدها بشويه بتوصل اوتا لعندهم وبتحول الدب ده لدب صغير وبتقدر تربط لوفي بالاغاني بتاعتها وتاخد منه قبعه القش، لكن بسرعه لو بيستخدم تقنيه الروم بتاعته وبينقلهم لمكان بعيد. وبنشوف اوتا وهي بتحبس الراجل ده في شريط من الاغاني وبتطلع له ورق كده في ايديها. الراجل اول ما بيشوف الورق ده بيتخض جامد، بيسالها الراجل ده انت جبتي الورق ده منين؟ بتعرفه انها لقيتها تحت الجزيره ودي اغنيه محرمه اسمها توت ميوزك، وبتاخدها وبتحطها في ودانها او داخل عقلها، وشكلها الاغنيه دي حاجه جامده جدا وهم خايفين منها. بعدها بنشوف ان لوفي راح عند الشط ده عشان يشوف السفينه، واللي بيلاقوها اتحولت لاسد صغير وطلع لهم من البحر. وفي نفس الوقت ده بنشوف سفن الحكومه وهي وصلت للجزيره واللي بيلاقوا كل الناس نايمين، يعني من الاخر كده هم داخل حلم. بتظهر لهم اوتا وبتعرفهم ان هم مش هيصحوا تاني، وان قتلوها فكده هيقتلوهم كلهم، وبتفضل تاكل في فتره عشان ما تنامش. خطه اوتا بتتمثل انها تفضل صاحيه، وده ببساطه عشان لو نامت الناس اللي داخل الحلم دي هتصحى تاني. اوتا بقى هنا عاوزه تدخل اكبر عدد من القراصنه والناس معاها داخل الحلم، وده عشان يكونوا كلهم داخل الحلم وهي بقى اللي تسيطر على العالم كله. اما في العالم الحقيقي اوتا بعد ما هتنفذ اللي هي عاوزاه هتنام هي كمان ومش هتصحى تاني. الحكومه طبعا بترفض وبيدخلوا مع بعض في قتال، وبنشوف ان اوتا بتقدر تتحكم في الاشخاص النايمين دول وكلهم بيهاجموا على البحريه، وهي بتفضل تغني لحد ما بتهزمهم كلهم. بعدها بنشوف داخل الحلم واللي بيظهر قدام الطاقم بولونو وكوبي، وبيخلي بروك يقراها، وبنشوفهم هم بيتحرروا الواحد ورا التاني وبينقلوهم لمكان تاني. بعدها بنشوف ان كوبي عرف مكان لوفي وده عن طريق هاك الملاحظه بتاعه، وبيعرفهم انهم داخل حلم والعالم اللي هم فيه ده مش واقعي، وان اوتا بتقدر تحبس ارواح الناس في حلم مشترك وده عن طريق سماع الاغاني بتاعتها. بعدها بنشوف ان الكل بدا يسمع اغانيها في العالم الحقيقي
عليه، وكل اللي بيسمعها بيدخل في الحلم مع اوتا. وبيجي خبر لجروسكي ان 70% من سكان العالم دخلوا جوه الحلم. بعدها بنشوف ان كوبي ولوبي وهم قدروا يوصلوا عند اوتا وبيحاولوا يتكلموا معاها انها تبطل اللي بتعمله ده، لكن برضه ما بترضاش. بيعرف كوبي الناس انهم حاليا في عالم من الوهم، الكل بينقلب على اوتا عشان عاوزين يرجعوا للعالم الحقيقي تاني، لكن هي بتحاول تلطف على الناس وبتحولهم لاشياء اخرى. اوتا هنا يا جماعه نيتها سليمه على فكره، وانها فاكره كده انها بتنقذ الناس وهي مش قصدها انها تقتلهم ولا حاجه على فكره. بعدها بنشوف لوفي قابل الطاقم بتاعه ومعاهم برولي واعضاء من البيج مام، ومعاهم كوبي اللي قدر يخرج قبل ما يتحول لحلوه من هناك. بتقول روبين انها شافت لوحه الشيطان توت ميوزك. الشيطان ده هي صديقه عنده مشاعر وافكار ناس من الماضي، يعني شخصيه مظلمه لابعد الحدود وهدفها التدمير بس، وده طبعا اللي كانت البحريه خايفه منه. الشيطان ده هي صديق مرتبط باوتا، وعشان يهزموا اوتا لازم يهزموا الشيطان معاها، يعني لازم يهزموا اوتا اللي في العالم الحقيقي ويهزموا اوتا اللي في عالم الاحلام ده، ولازم يهزموا الشيطان واوتا في نفس اللحظه من كلكا جانبين. بيغضب لوفي جدا من اللي اوتا بتعمله ده وبيروح عندها عشان يتكلم معاها، لكن بتبدا تهاجم عليه. بيهاجم لوفي هو كمان على اتباعه دول، لكن ما بيكونش عاوز يهاجم على اوتا اصلا، لحد ما اوتا بتقدر تمسكه. وبنعرف ان اوتا بتكره شانكس والطاقم بتاعه. بيسالها لوفي انت بتكرهي شانكس ليه كده؟ بتعرفه ان هو السبب في ده، وهو اللي ادالها الامل انها تصبح مغنيه مشهوره. وبنشوف فلاش باك وشانكس معاها اوتا وهي صغيره وهم في جزيره الييجا اللي هم فيها دلوقتي يعني، وبنشوف الناس اللي كل في الجزيره دي بيكونوا موسيقيين ومغنيين. بعدها بشويه بتنام اوتا، وبعد ما بتقوم من النوم بتلاقي كل حاجه متدمره والحريق شغال في كل مكان ومفيش غير شخص واحد بس، وبيعرفها ان القرصان شانكس هو اللي عمل كل ده. بتروح اوتا تشوفه وبتلاقيه قاعد على كنز كبير وماشي من هناك بالسفينه بتاعته. بيقول لها لوفي ان عمر شانكس ما يعمل كده وان اكيد في حاجه غلط. وفي العالم الحقيقي اوتا بتحاول تقتل لوفي هناك، لحد ما فجاه بيجي شانكس وبيوقفها وبيقول لها انه ما شافهاش من زمان. البنت بتجي لها حاله صرع وبتفضل تضحك زي المجنونه، وجوه الحلم لوفي بيحس بشانكس هو كمان انه موجود هنا. بتفضل اوتا تغني كتير جدا وتطلع عليهم جنود، لكن بنشوف لو بيحضر وبيدخلها في الحاجز بتاع الشخص ده، مش عارف تقريبا الشخص ده اسمه روتومي او حاجه زي كده. وفي العالم الحقيقي كيزارو بيوصل للمكان وكانه بيديله امر ان يقتل اوتا، ولو الناس هتقف في طريقه يقتلهم هم كمان، فمفيش عداله بدون تضحيه. بيطير كيزارو في الجو وبيهاجم على الكل، لكن شانكس بيوقف هجومه وبيطير عليه وبيبعد هجومه التاني. وبنشوف قوه شانكس الكبيره وسرعته الخارقه، وبيعرف ان هو ما يتدخلش في الموضوع ده عشان اوتا دي تخصه. وكمان بيحضر في جيتورا وبيقف في وش شانكس هو كمان. اوتا بتحاول تعالج الشخص ده اللي البحريه ضربته بالنار، لحد ما بتغضب جامد وبتستخدم كلمات الشيطان وبتفضل تغني. وفجاه بنشوف بعد مظلم بيتفتح جنبهم وبيدمر بقيه الجزيره اللي جنبهم، وبيطلع منها جنود من عالم الخيال. وفجاه بيظهر الشيطان كامل في العالم الحقيقي وبيظهر كمان في عالم الخيال، وبنشوف انه نفس ما بيحصل هنا بيحصل هناك. ولوفي والطاقم بيهاجموا على الشيطان ده، لكن بيكون قوي جدا وما بيتهزمش بسهوله، وجميع من بيعرف يقاتل داخل عالم الخيال بيقاتل معاهم في المعركه دي. المعركه بتكون قويه جدا ما بين الكل. بيحاول لوفي انه يكلم اوتا، لكن اوتا بترفض تسمعه وبتهاجم عليه بالرمح بتاعها. لكن قبل ما تيجي فيه بيجي الشخص ده وبياخد الرمح بدل لوفي، وبيعرفها كل حاجه، انت اللي دمرت الجزيره مش شانكس. وبنشوف ان الشيطان ده كان موجود تحت الجزيره، ولما سمع صوت اوتا في الغنى اللعنه اللي على الشيطان ده اتفكت وطلع منها كلمات اغاني. اوتا بالصدفه بتلاقي الكلمات دي قدامها، واول ما غنتها الشيطان سيطر عليها وخرج من ختمه وبدا يدمر في الجزيره كلها. لكن شانكس والطاقم بتاعه اتصدوا ليه وقدروا يهزموه، وعرف الشخص ده انه يعرف اوتا ان هو اللي عمل كده. بتسمع اوتا كده لكن برضه ما بتهتمش وبتكمل ضرب فلوفي، لحد ما الشيطان ده بيتملك منها وبيظهر بهيئته الكامله، والبحريه عماله تضرب في الناس وتقتل فيهم. ولوفي بيتحول للمحرك الرابع وبيهاجم على الشيطان ده، وشانكس هو كمان بيهاجم عليه في العالم الحقيقي، لحد ما بيوصل الزعيم بتاعنا كاتاكوري، وبيعرف شانكس انه لازم يهاجم في نفس المكان وفي نفس الوقت بالظبط، وانه عارف الكلام ده عشان شاف اخته بهاك الملاحظه اللي في العالم الثاني. لكن شانكس بيقول له ان هو عارف كل ده، مش انت يا عم كاتاكوري اللي عندك هاكي بس. وبيقدر يتواصل شانكس بلوفي وبيكونوا هما الاثنين بيهاجموا في نفس المكان. وكمان زورو وسانجي عاملين احلى شغل مع الشيطان، وفجاه الشيء الغير متوقع اوسب بيقدر يتواصل مع ابوه هو كمان، واول كلمه بيقولها ابوه اخيرا شفت ابن الغبي، يعني شفت الحب بين الاب وابنه قد ايه. اوسب بيقدر يشوف هو كمان الشيطان اللي في العالم الحقيقي، وبيقدروا يوجهوا الطقمين انهم يضربوا رجل اليمين من هنا ومن هنا، يعني يضربوها في نفس المكان وفي نفس التوقيت، وبيفضلوا يعملوا كده مع الايدين التانيين. وبنشوف قوه الطقمين وقوتهم الجباره جدا لحد اخر ضربه لوفي وشانكس، ولوفي بيتحول لسنيك مان في الوقت ده، وبيهاجم هو وشانكس في نفس المكان اللي هو دماغ الشيطان.
وبيعملوا هجوم جامد جدا. وبنشوف لوفي طشاش كده وهو بيتطور الزيرو 5 وبيهزمه الشيطان اخيرا. بيروح شانكس عند اوتا واللي بتكون قاعده على جنبه وتعبانه جدا، لكن برضو الناس بيكونوا لسه داخل الحلم وعمالين يهاجموا على اي حد في العالم الحقيقي، لحد ما بتجمع اوتا قوتها وبتطلع تغني من جديد عشان تفوق الناس. وبنشوف الناس وهم بيرجعوا من عالم الخيال، وبتتعب اوتا جامد جدا زي ما انا تعبان كده وانا قاعد بكتب في السكريبت ده، وبتكون مريحه شويه كده على رجل شانكس. لكن البحريه بتوصل عندهم وبتكون عاوزه تاخد اوتا، لكن تاخدها من مين يا عم انت وهو؟ وكمان طاقم شانكس بيجي في لحظه هو كمان، لكن شانكس بيقول لهم انتم ازاي عاوزين تاخدوا واحده من عيلتي؟ وفجاه بنشوف قوه الهاكي بتاعت شانكس، قوته جباره جدا بمعنى الكلمه. الادميرال بيقعد على رجله من شده قوته، بيقول لهم فيجيتورا يلا بينا نرجع احسن، ما هو كان من الاول يا عم الحاج منك ليه. بعدها بنشوف الطاقم وهم ماشيين في البحر وخلاص خلصوا مهمتهم، وبنشوف اوتا وهي بتغني اخر اغنيه ليها وبعدها بتموت، وبينتهي الفيلم على كده. طيب يا جماعه لو عجبك الفيديو ده ما تنساش الاشتراك واللايك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش انك تفعل الجرس، وما تنساش كمان انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسلام.